وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم، يعني قرأت هذا الحديث المستخرج من الدرر السنية، وهو حديث صحيح صححه المحدث شعيب الأرناؤوط والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، والحديث في بعض السنن. مفاده أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله سبحانه وتعالى كيفتح الأبواب ديال الجنة نهار الاثنين والنهار الخامس، يوم الاثنين ويوم الخامس، فيغفر الله عز وجل لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول أخرهما حتى يصطلحا. في بعض الأحاديث أنظرهما حتى يصطلحا. الله سبحانه وتعالى كيفتح الأبواب ديال الجنة والأبواب ديال الجنة نهار الاثنين ونهار الخامس، وتغفر الله عز وجل للمتخاصمين المسلمين، عصاة المسلمين، إلا جوج الأنواع، المتخاصمين والمشرك في حديث آخر، إلا لمشركين أو مشاحين كما في رواية أخرى. ويقول الله عز وجل للملائكة هذين أنظروهما حتى يصطلحا، بمعنى ما غاديش يغفر لهم الله سبحانه وتعالى هذا العرض الإلهي الأسبوعي لجوج الناس اللي هما مخاصمين فوق 3 ايام. الى اصطلحوا فربي سبحانه وتعالى كيدخلهم في شمول وفي عموم المغفره، الى ما تقدوش تيقول لهم الله عز وجل خليهم يصطلحوا. وكاين حديث اخر تيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، من هؤلاء الثلاث اخوان متصارمين، جوج الناس اللي مخاصمين فوق 3 ايام. دابا السؤال، واش هذا الحديث هذا وغيره خاص بعموم المسلمين ولا كيشمل حتى المرأة والزوج ديالها؟ واش هذا الحديث بيشمل جميع المسلمين ولا لا؟ الجواب نعم، لأن الأصل في العموم، لا الأصل في النصوص تدل على العموم إلا ما دل الدليل على التخصيص، وهنا لا يأتي دليل على التخصيص، بل حتى الرجل والمرأة كذلك ما يجوز أن يختصما فوق 3 أيام، بالعكس أن الزوجين هما اللي خصهم يعني يصطلحوا قبل 3 أيام. ولكن الله سبحانه وتعالى كيرحمنا بضعف بشريتنا، أن النهار الأول تيكون الغضب والخصومة، والنهار الثاني تيفكر الإنسان تيبرد شوية، والنهار الثالث صافي يرجع للصواب ديالو. ولذلك يقول يعني يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام. تتلقى واحد بغى الصلح والثاني ما بغاش الصلح، سواء الزوجين ولا غير الزوجين، ذاك اللي بغى الصلح تشمله المغفرة، وذاك اللي ما بغاش الصلح يعني يحرم من المغفرة وعليه. فلا ينبغي للزوجين أن يعيشا في هذا الجو المظلم أو في هذا النفق المظلم، فأحسن الناس عشرة هما الزوجان. فإن كان الأمر من الزوج أو إن كان السبب من الزوج فليتقي الله بزوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أزواج الصحابة تيقولوا تنتخاصموا تيكون شوية بالنهار، ولكن ما تجي عشية حتى يتقدوا. وإلا كان السبب من المرأة فلتتقي الله سبحانه وتعالى، لأن يعني المرأة إذا باتت وزوجها عليه غضبان بغير سبب شرعي، يعني باتت غضبان، بات عليها الزوج غضبان وتهجره في فراشه، لم تستجب له بدون سبب شرعي، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. يعني أي عشرة هذه مثلا يكون الزوج مع زوجته في البيت وهما يختصمان؟ لكن السائل يقول ما كاينش ديك المخاصمة اللي هي يعني فايت الحد ديالها، تيكون الكلام اللي هو السلام، بمعنى تيكون نسخصومه، إلى صح التعبير نسخصومه، السلام عليكم كاين ولكن شي حاجه اخرى فوق منه ما كاينش، لا ما خصوش يكون، خص يكملوا، يعني ذاك السلام حتى هو يكون على المحبه، هذا السلام عليكم يجب ان يخرج من القلب محبه ويلقى على المسلم عليه محبه، والذي سلم عليه يرد عليه بالمحبة، هذا هو. إي والله المستعان، نطلب الله عز وجل يوفقنا ويثبتنا ويألف بالقلوب. حياكم الله، السلام عليكم.